ما هو سر الاهتمام المتزايد بالحيوانات الأليفة في أوروبا لا سيما في بريطانيا؟ وقد تعدى هذا الاهتمام الكلاب والقطط والأرانب ليطال الزواحف والقوارض. سهى زين الدين تابعت فعاليات معرض خاص أقيم للحيوانات الأليفة هنا في لندن، وقد تسابق إليه الكبار قبل الصغار. من فئران الشنشلة إلى كلاب تشيواوا، من الأرانب إلى الفئران والقطط والأفاعي، ما أهمية الحيوانات الأليفة في حياتنا؟ هذا ما نحاول أن نبينه من خلال زيارتنا معرض الحيوانات الأليفة في لندن. معرض الحيوانات الأليفة في لندن ينظم منذ 4 سنوات، بات أوسع حجماً ونقلناه إلى مجمع إيرل سكوت، واحد المعارض بهدف ضمان راحة الحيوانات والزوار. تحظى الكلاب بشعبية كبيرة، لكن المعرض يشمل كل أنواع الحيوانات الأليفة من الزواحف إلى الأرانب إلى القطط. لدينا كل الحيوانات التي يمكن اقتناؤها والتي تخطر على بال، كما هناك شركات خاصة لإعطاء نصائح حيال أي حيوان يتناسب مع نمط حياتك. الناس مهتمون بأنواع مختلفة من الحيوانات، وعليهم أن يحددوا أي حيوان يريدون ثم النظر في أي حيوان يناسب نمط حياتهم. من يعملون لساعات طويلة مثلا لن يكون اقتناء كلب مناسبا، لكن هناك أنواعا من الكلاب لا تتطلب الكثير من الاهتمام. عليك أن تختاري الحيوان الذي يناسب نمط عملك وحياتك ومحيطك العائلي. اعتمدت شبكة اتصالات برونتي في إعلان ترويجي مضحك. خضعت القطة على مدى أسبوع لتدريبات على كيفية الثبات في سلة دراجة هوائية. بثت الدعاية المتلفزة، ومنذ ذلك الحين ذاعت شهرتها وبات الجميع يريد التعرف على برونتي. اعتقد كثيرون أنها من الرسوم المتحركة، فتحريك فمها تم إلكترونيا، أما ركوبها الدراجة فكان حقيقيا. إنها قطة غريبة ذات وبر قصير تشبه القطة الفارسية لكن بدون الوبر الطويل. وبر برونتي سميك وشخصيتها مشابهة لشخصية القطة الفارسية، وتتمتع بذات الفضول. إنها هادئة وسعيدة، تحب الجلوس في الأحضان ومشاهدة التلفزيون. لم تجن أي ربح مادي من الإعلان، فأنا لم أتركها تشارك بهدف التربح، بل من أجل التجربة والمتعة. لم أكن في الواقع أعلم ما أقحمت به نفسي، بل اعتبرته أمراً ممتعاً، وقلت إذا أرادت برونتي أن تجرب حظها فلتجرب، على أمل أن تكون هذه بداية لخوضها في أعمال مستقبلية. جعلتها شركة أمريكية ماركة مسجلة، وستطرح منتجات باسم برونتي قريبا. ستشارك في مهرجان آخر للحيوانات الأليفة في مانشستر، وهناك فيلم وثائقي يعد عنها. القطط رائعة للإنسان، وهي تتطلب عناية أقل مما تفعل الكلاب. أظن أنه على الجميع أن يقتنوا حيواناً أليفاً، فهي تساعد على الاسترخاء وتزيل التوتر. عليك أن تبحثي دائماً عن أي نوع من القطط يناسبك، أو ربما اقصدي مركزاً للإنقاذ وتبني قطة. امنحيها منزلاً، هذا بدوره خيار جيد. Or again, go to a rescue center and give a cat a home. That's equally as good. لكن الحيوانات الأليفة ليست فقط كلابا وقطط، فهناك أيضا الزواحف. جو، ماذا يمكنك أن تخبرنا عن هذه الحية؟ This is a black-headed python. These animals come. هذه أفعى سوداء الرأس، موطنها أستراليا. انظري كم هو جميل هذا الرأس الأسود.
كما لو أنها غمست في الحبر. تقتات على العصافير، الخفافيش، الضفادع، الفئران، الجرذان، تتربص حتى تظهر فريستها فتنقض عليها وتلتف حولها، تفح عليها، تلتف حولها وتعصرها، ثم تقتلها وتلتهمها كاملة بكل الفراء، بكل الريش. إنها أفعى جميلة جدا، انظري إلى جلدها، لقد بدلت جلدها حديثا قبل نصف ساعة فقط، لذلك هو براق. إنها فتاة براقة وجميلة جدا. كم لديك من الأفاعي هنا وكيف أصبحت بهذه الشهرة؟ I have roughly about 30 to 40 reptiles. لدي نحو 30 إلى 40 حيوان زاحف في هذا المتجر. شهدت شعبيتها ارتفاعاً وباتت جزءاً من مجتمعنا. الناس يشترون حيواناتهم ولا يبحثون عن خلفيتها، وتكون النتيجة أن يتخلصوا من هذه الحيوانات. كل الحيوانات التي لدي حيوانات أنقذتها أنا. أقترح على من يريد اقتناء حيوان زاحف أن يدرسه جيداً. فهذه الحيوانات تعيش 20 إلى 25 عاماً، وهذه مدة طويلة تتطلب التزاماً كبيراً. سأكون صوت الزواحف، الناطق باسمها، هذا ما سأفعل. لكن الناس يعيشون في منازل صغيرة، في شقق، كيف يمكن لهذه الحيوانات أن تنسجم مع هذه البيئة؟ You've got to create their own natural habitat. عليك أن توجد لها بيئة خاصة عن طريق تخصيص حوض لها والتأكد من أن الحيوان آمن ومنعزل ودافئ. إنه حيوان ممتاز للاقتناء، فهو لا يتسبب بأي حساسية ولا يحتاج لأن تأخذيه للسير، لذا يقبل الناس بشكل متزايد على الأفاعي والسحالي. كروكودايل جو، thank you very much. Thank you very much. نحن هنا للتحكيم في برنامج في المعرض بعنوان الكلاب الخارقة. إنها مباراة تتراوح من الرقص إلى الحركات البهلوانية، والهدف منها الاحتفال بالعلاقة بين الإنسان وصديقه المفضل. Celebrating the relationship that is between humans and man's best friend. It's interesting because you'll see. إنه أمر مثير حقاً. فعالم الكلاب عالم قائم بحد ذاته. في البداية كانت هناك فئة معينة من الناس يحضرون مثل هذه النشاطات، وهم محبو الكلاب الذين سيكونون دائماً محبي كلاب. لكن إذا نظرت من حولك الآن ستجدين مجموعات أخرى رائعة من الناس. إنهم محبو الكلاب الذين يعرفون بالإنجليزية باسم هاوند باوند. هناك من هم من أمثال أنا وأنا من الذين لم يرزقوا بأطفال، ويتقاسمون ما يجنون من مال وحب مع الكلاب. تجدين هنا أناساً ينفقون المال على كلابهم. هذا مكان رائع للبيع بالتجزئة، إذ يمكنك في المعرض شراء أشياء لا تجدينها في المحلات المخصصة للحيوانات. اختيارنا في لجنة التحكيم شرف عظيم. أنا شخصياً تتحرك عواطفي حينما أرى كلباً يتدلى من السقف، وحين أرى الثقة المتبادلة بين الكلب وصاحبه خلال العرض يجعلني ذلك عاطفية. نعم، تدلي الكلب من السقف يشكل مشهداً عاطفياً، لكن أظن أنه في السنوات الست الأخيرة تغيرت العلاقة بين الإنسان والكلب في هذا البلد وفي العالم ككل، وهناك سبب لذلك. فالناس بدأوا يملون من التكنولوجيا ويشعرون بالإحباط من مواقع التواصل الاجتماعي ومن البريد الإلكتروني، كما أنك بحاجة إلى ترياق يشفي من مرض التكنولوجيا. قبل التكنولوجيا كانت للكلاب مكانة في حياتنا، كانت الحياة بسيطة، لكن مع زيادة حياتنا تعقيداً لم تعد للكلاب مكانة كبرى في حياتنا، وهنا تبرز التعقيدات والمشكلات في تصرف الإنسان. لذلك هذه الجلسات التي تجري هنا تضيء على أنه كيف يمكن عبر تدريبك لكلبك أن تحترمي كلبك ويحترمك. الكلاب تخفف من ضغط الدم وتحرك اللحظات الجميلة في حياتك،
مالكو الكلاب يعيشون أكثر من غير مالكي الكلاب. إنه أمر مثير حقاً. كان لنا صديقان هنا مع ولديهما يبحثان عن حيوان أليف. قال سنتركهما يقتنيان كلباً كي يتعلما المسؤولية. فمن المهم جداً للإنسان أن يشعر بالآخر. عندما تكون طفلاً تكون أنانياً. عليك أن تتعلم أن تكون لطيفاً وحساساً تجاه الآخرين وأن تهتم بمخلوق لا يتمتع بعقلك.